عبر الأقمار الصناعية مباشرة من درعا ينضم لنا مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني. محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. بعد أن كانت إذن الأنظار تتجه إلى جنوب سوريا ونجاح خطة تخفيف التصعيد، سجلت بعض الخروقات اليوم، ماذا جرى؟ ماذا كان رد فعل المعارضة المسلحة على قصف النظام؟ نعم خديجة، مساء الخير. ما تدخل الهدنة يومها 15 في الجنوب الغربي للمحافظات السورية ولا سيما في محافظة درعا. هناك بعض الخروقات لقوات النظام، حيث تم استهداف حياء درعا البلد بصاروخ حراري، وأيضا تم استهدافها بقذائف الهاون. هذه الخروقات على مدار الأيام الماضية كانت تأتي تباعا بشكل غير منتظم. هناك أيضا تسجيل قصف لقوات النظام على عدة مناطق في الريف القنيطرة ولا سيما في منطقة الصمدانية ومنطقة الحمدانية. هذا كله جاء من قبل قوات النظام ضمن قرار وقف إطلاق النار الذي مر عليه 15 يوما. المعارضة هنا تقول هي ما زالت ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار. هناك بعض القيود على المعارضة هي أنها تقوم بترتيب صفوفها. تواصلت مع بعض القيادات هنا في الجبهة الجنوبية، قالوا لي خديجة أنهم يعملون على إعادة ترتيب المناطق المحررة التي يسيطرون عليها بتنظيمها خدميا أمنيا عسكريا في لإتمام مشروع إدارة المناطق المحررة في الجنوب السوري. الجدير بالذكر خديجة أن المعارضة هنا أيضا قامت بإنشاء مراكز الشرطة المدنية، قامت بتوسيع خدماتها في المناطق التي تسيطر عليها. هناك بعض الفصائل في الجبهة الجنوبية التفت حول نفسها لتشكل الجبهة الوطنية السورية. قالت الفصائل المنضوية تحت هذا التشكيل أنها تهدف إلى توحيد الكلمة، تهدف إلى تعزيز مواقف الجيش الحر، وهي جزء لا يتجزأ من مكونات الجيش الحر أيضا، ولا يتجزأ من تشكيل ما يسمى الجبهة الجنوبية في المحافظات الثلاث، السويداء ودرعا. يعني هذا ما سمعنا عنها هذا بالنسبة ما سمعنا عنه عن تشكيل جيش موحد. نعم. إذن في الجنوب السوري، المعلومات التي قالوا لك عن هذا التشكيل، سمعنا بأن هناك تمهيد كما ذكرت أيضا، لكن متى سيرى النور هذا الجيش؟ ما أهدافه الأساسية؟ كيف سيخدم يعني الثورة على الأرض؟ في حقيقة الأمر خديجة قلت لك أن هذه الفصائل قدر بعددها بعشرة فصائل، هي التوت حول نفسها، جلها كان من الفصائل الصغيرة لمنع من فوضى السلاح في الجنوب السوري. لم يعلن عن تشكيل بما يسمى جيش موحد في الجنوب السوري. الجدير بالذكر أيضا أن هناك الجبهة الجنوبية هي الغطاء لكافة الفصائل العسكرية في الجنوب السوري التي جل المنطقة تحت سيطرتها. اليوم الجيش الموحد هو عبارة عن أحاديث الشارع، أحاديث الناس، تطلعات المدنيين والناشطين والعسكريين في المنطقة الجنوبية لإيجاد هذا الجسم العسكري في الجنوب السوري. ولكن ما تم إعلانه عن الجبهة الوطنية السورية هي عبارة عن تجميع بعض الفصائل التي الصغيرة في جسم واحد لحد من عمليات فوضى السلاح، من عمليات الفوضى التي كانت تعاني منها بعض المناطق في الجنوب السوري. نعم. ربما تكون الأيام القادمة هي مرحلة تنظيم، مرحلة تأسيس في الجنوب السوري، ولا سيما أن هذه الهدنة والاتفاق مر عليه 15 يوما، لم تمر على مثل هذه الأيام سابقا، مثل هذا الاتفاق. ربما تكون الأيام القادمة هي جديرة بتنظيم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الجبهة الجنوبية. شكرا لك محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من درعا.